لا إله إلا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله على كل شيء، يا رب يا رب لك الحمد لك الشكر يا رب. من فضلك يا شيخنا، أنا دي بنت عمتي اتهمتني اتهام يعلم الله تعالى أنه باطل. طيب. وصارت في وسط العيلة كلها فتنة إن أنا نظرت لها وإن أنا يعني اتكلمت عليها كلام مش كويس. ويشهد الله تعالى ان الكلام ده مش فيا. طيب. ماشي. ودلوقتي العيله كلها والاقارب يعني واخدين موقف مني. ماشي. وحلفت للكل ان الكلام ده انا بريء منه وما اعرفش عنه حاجه. في اللي مصدق وفي اللي مش مصدق، بس الموقف ده يعني مزعلني ان اهلي بيبعدوا عني بسبب شيء انا بريء منه. طيب والسؤال؟ ماشي. السؤال يعني انا اعمل ايه عشان اهلي يعرفوا ان انا بريء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. صلى الله عليه وسلم. أعلم أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيدفع عنك هذه التهم الباطلة. ولا يخفى عليك أن عائشة اتهمت فسلمها الله ونجاها الله، وأن مريم اتهمت فأنطق الله لها وليدها، وأن يوسف عليه السلام اتهم فالمرأة نفسها بعد سنوات تقول الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وأنه لمن الصادقين، وموسى أوذي من بني إسرائيل فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وزيد بن أرقم اتهم بأنه كذب والله أنزل ما يبرئه، أنزل الله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يقولون إن رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز من الأذل، فاعلم أن الله يدافع الذين آمنوا، ما لا تفكر فيهم وعليك بدعاء الله، إن سألك سائل وقنع بيمينك أقسمت له وإلا فإن الله يدافع الذين آمنوا، فاطمئن وكل هم أنت تصاب به أنت مثاب عليه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن أو ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشوكها إلا رفع الله بها إلا حط الله بها من خطاياه، فأنت مأجور في هذه الهموم لكن لا تيأس أبدا من رحمة الله، قل اللهم برئني اللهم برئني وستبرأ إما في الدنيا وإما في الآخرة. فكرت ان انا اروح للاهل كلهم واجمعهم كلهم في مكان واتوضا قدامهم واصلي ركعتين لله تعالى واحلف يمين اللي هو الاربع يمينات اقسم اربع لا 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 ولا لا ولا تلزم بهذا لا يظهر الله فيا لا هي ما اتهمتك بزنا عشان تقول الكلام ده ايه ما اتهمتكش بفاحشه اتهمتك بفاحشه ما هي اتهمتني بفاحشه يا شيخنا قالت انك عملت معها الفاحشه عايز اعمل كده معاه ايوه لا انصحك بذلك اذا اردت ان تحلف انت وهي حلفت بس ما لا انصحك بذلك ابدا لا انا ماليش دعوه بيها خالص انا مش عايز اتعرض لها ولا اقول لها انا عايز احلف للاهل عن نفسي انا ان انا لا فعلت ده ولا قربت ولا فكرت في ده خلاص والله يا شيخ اذا فعلت لا باس عليك إذا فعلت لا بأس عليك من باب أنها صفية من باب أنها صفية تدفع نفسك الشبهة الرسول عليه السلام لما رأى صف كان واقفا مع صفية بنت حيي رضي الله عنها وبعد رأى رجلان الأنصاري فأسرع كان هذا في الليل لما كان جاء تزوره معتكف فأسرع فقال عاوز ليكما هد إنها صفية قالت يا رسول الله قال يا رسول الله وكبر عليهما ما قاله النبي لهما فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال سوءا فالشاهد يجوز لك أن تقول ذلك والله يا إخواني والله يشهد ربي علي أنا ما عملت هذا ولا فكرت فيه ولكن دائما وأبدا
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هدئ بالك وهدئ أعصابك، لأننا نحب ربنا ونثق في أنه سيبرئنا في الدنيا وفي الآخرة. ولعل ذنوب أخر سلطت عليك هذه بسببها، فاستغفر الله من سائر ذنوبك. صح أنت في هذا الباب مظلوم، لكن إن تراجع، هل أنت ظلمت أحدا أو ماذا؟ بس قد تكون ظلمت أحد، استغفر الله من الظلم، تحلل من الظلم، لأن أحيانا شيء يسلط على شيء، شيء يسلط على الشخص بسبب ليس بالذنب المباشر، إنما يفترى عليك وأنت بريء بسبب ذنوب أخر. وقد قال الحسن البصري يروى عنه: إني أعرف ذنبي في دبتي وفي أهلي. يعني أدخل البيت أنا هادي ما عملت أي حاجة، إذا بالزوجة تنفجر فيها كالقنبلة، بك وبك وبك وتشتم أنا ما عملت فيها أي شيء، لكن ذنوب ناس آخرين، ذنوب ناس آخرين. السلام عليكم.